كعادته في رمضان يسجل مسجد المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف إقبالا كبيرا من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا رغبة في معرفة المزيد عن دينهم والقيام بشعائر شهر رمضان. كما تضفي مائدة الإفطار اليومية التي تنظمها المؤسسة الإسلامية الثقافية بجنيف جوا عائليا بديلا يعود غالبية المهاجرين صعوبات الغربة بعيدا عن الأهل والوطن. المؤسسة الإسلامية في جنيف طبعا هي مؤسسة عريقة منذ السبعينات تقدم خدمات للجالية الإسلامية بمختلف أنواعها، الجالية التي يصل عدد جنسياتها إلى أكثر من 50 جنسية أو أكثر من 60 جنسية من مختلف بقاع الأرض، يعني يتوافدون على المسجد في المؤسسة وخاصة في شهر رمضان المبارك، والإدارة هنا تعد لهم برنامجا خاصا في شهر رمضان المبارك على مستوى الأئمة أو مجلس الأئمة. هناك دروس يعني يوميا بعد صلاة الصبح، هناك دروس بعد صلاة العصر، هناك صلاة التراويح، وقبل ذلك الإدارة كذلك تعد إفطار جماعي للمسلمين، فيفطر حوالي بين 400 و 500 مسلم، يأتون هنا رجال ونساء وأحيانا عائلات. لذلك شهر رمضان له طابع خاص في أوروبا، في سويسرا وخاصة في جنيف، لأنه يجعل من المسلمين أمة واحدة عمليا. إلى الجانب الروحي والنشاط الديني خلال شهر رمضان المبارك، يتميز مسجد جنيف منذ أكثر من 20 سنة بتقديم مائدة إفطار جماعية لكل من يرغب المشاركة في الإفطار حتى لغير المسلمين. هذه الفكرة بدأت بمبادرة من مجموعة من الشباب يتقاسمون إفطارهم في غرفة بالمسجد، تحولت بفضل جهود المملكة العربية السعودية التي تشرف على إدارة المسجد إلى تقليد سنوي. لدى المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف أنشطة كثيرة ومتنوعة، يعني منها أيضا يعني خلال شهر رمضان المبارك كما تريد إفطار رمضان، ما في شك في هذا، واللقاءات، هناك لقاءات بين الأئمة والشباب، هذه لقاءات مهمة جدا، يعني الشباب هنا لديهم تساؤلات كثيرة واستفسارات كثيرة حول بعض الأمور الدينية، وهذه فرصة طيبة بوجود عدد كبير منهم وعدد كبيرة يلتقون مع الأئمة والأئمة يجيبون على أسئلتهم، وهذه فيها فائدة كبيرة جدا. تتفرد الجالية الإسلامية بجنيف خلال شهر رمضان بالتضامن والتكاتف، حيث يتردد على مسجد المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف أكثر من 65 جنسية يمثلون جميع شرائح المجتمع من موظفين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين وموظفين في الحكومة السويسرية وطلاب علم وعمال وغيرهم من فئات المجتمع، وذلك بحكم أن مدينة جنيف مدينة دولية. تضفي مائدة رمضان التي تنظمها المؤسسة الإسلامية الثقافية بجنيف جوا عائليا بديلا للمهاجرين في جنيف. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، المؤسسة الإسلامية الثقافية جنيف.